جيم. طبعا كابتن المباراه يعني مش هزود على احمد كتير، بس فعلا الكاميرون يمكن بدات البطوله بشكل مش هو الافضل. يمكن خساره من سويسرا كانت خساره مستحقه، لان الكاميرون كان ظاهر بشكل اللي هو يعني سيء جدا قدام سويسرا. النهارده يمكن كانت في امال كبيره جدا على المنتخب الصربي ان هو ينهي المباراه. لو بصيت حتى على صربيا، صربيا عندها عناصر مميزه، يعني عندها الكسندر متروفيتش مهاجم فولام الانجليزي، هو الهداف التاريخي للمنتخب الصربي. والنهارده كان في حرص كبير جدا من جانب لعيبه صربيا ان هو يخليه يسجل. ده تشكيله طبعا صربيا زي ما حضرتك شايف، بس اقول بس ابرز اللاعبين اللي ممكن الناس تبقى عارفاهم شويه. كوستيتش طبعا لعيب كويس جدا في وسط الملعب، هتبص هتلاقي برده حتى المدافع بافلوفيتش اللي سجل النهارده الهدف الاول، ده مدافع في فريق لايبزيج الالماني. هتبص هتلاقي تاديتش طبعا اللي كان النهارده بينزل تحت راس الحربه بشكل كبير، وهو مهاجم فريق اياكس امستردام الهولندي. هتبص في وسط الملعب هتلاقي سافيتش طبعا، هو اسمه سيرجي ميلكوفيتش سافيتش، ده لاعب لاتسيو الايطالي، لعيب مميز جدا وبيظهر بشكل كويس خلال بطوله الدوري الايطالي بشكل محترم. النهارده فصربيا كانت تقدر انها تخلص المباراه على المنتخب الكاميروني، بحيث ان المباراه اللي جايه قدام سويسرا يكفيها التعادل للتاهل لدور ال 16. ولكن بعد طبعا التعادل قدام الكاميرون والتحول الغريب اللي حصل للمنتخب الكاميروني بين الشوطين، ولكن يا كابتن اسلام انا بشوف ان تحول الكاميرون مش بس بسبب سونج مش من المدربين الاقوياء. سونج كان موجود هنا في 2019 مع المنتخب تحت 23 سنه للكاميرون، صاحب البيت بالظبط كده، هو صاحب البيت زي ما حضرتك بتقول. هو مش اختياراته مش اللي يعني بدليل حتى ان فينسنت ما يقعدش على دكه المدرب. فينسنت من اللعيبه المميزه، ابن ابو بكر من اللعيبه المحترمه في المنتخب طبعا الكاميروني. فانت لما غيرت التشكيل وغيرت ونزلت مع تشوبو موتينج لعيب زي ابو بكر، اصبح الضغط من جانب لعيبه حتى صربيا مش على تشوبو موتينج فقط، بقت على يعني ابو بكر ومعاه موتينج. مع برضه يا كابتن خلي بالك مع التوقيت كمان في نزول في الدقيقه 63 كان المنتخب الصربي خلاص يعني من حته البدنيين كانوا قالوا بشكل كبير جدا، كان عندهم ثقه كبيره جدا في المباراه. ولكن اعتقد ضربه كبيره جدا المنتخب الصربي، خاصه ان سويسرا عندها 3 نقاط. المباراه الجايه بين طبعا سويسرا وصربيا هتكون هي مباراه التاهل، لاني انا بشوف من الصعب جدا ان المنتخب الكاميروني يحقق مفاجاه قدام المنتخب البرازيلي، لان منتخب البرازيل عاوز ينهي يعني المجموعه كمتصدر طبعا ليه. دي طبعا احصائيات يعني المباراه 3-3. الفرص يعني كانت طبعا لمنتخب صربيا بشكل كبير جدا، 8-3 على 3 اهداف منها، 5 طبعا للمنتخب الكاميروني. الاهداف المتوقعه طبعا يمكن قربت ليه هدفين، نسبه الاستحواذ 56% 44 يمكن كانوا قريبين. الكاميرون بس زودت العدد بسبب الشوط الثاني، والتمريرات الصحيحه طبعا كانت واصله لعدد كبير جدا للمنتخب طبعا الصربي ومنتخب الكاميروني. دي طبعا برضو المحاولات على المرمى 14 لصربيا، 6 منهم على المرمى، 12 للكاميرون منهم 8 على المرمى. العرضيات 14-16، الركنيات 3-4 للكاميرون، تسلل 4-0 على الكاميرون. برضو يا كابتن في نقطه كانت في ارقام فينسنت ابو بكر، وهو المراوغات. يعني ابو بكر من الاجسام اللي هي تقيله شويه في مركز راس الحربه، مش من اللعيب اللي هو بيحب الترقيص، ولكن النهارده راوغ 4 مرات والـ4 صح، ومنهم طبعا لقطه الهدف، يعني لقطه الهدف الاولاني اللي جابه بشكل محترم جدا. ويمكن فينسنت بعد رجل المباراه يمكن اكيد هو سعيد اكثر سعاده، لانه كان ليه بعض التصريحات قبل البطوله كده انه بيقارن نفسه بمحمد صلاح، وانه بيقول انا لو اتحطيت في نفس الظروف هكون يعني من افضل اللاعبين في افريقيا. فاكيد مباراه مهمه جدا للكاميرون، داخلين لقاء صعب جدا قدام البرازيل. البرازيل باحث عن صداره المجموعه، اعتقد هيكون لقاء صعب جدا، وهيكون التعاون ما بين سويسرا وصربيا.